هو خلع الولادة. يعرف خلع الولادة طبياً بخلع الورك الخلقي، وهو خلل بمفصل الورك اللي بربط عظمة الفخذ بعظمة الحوض، وهذا الخلل بيؤدي لرخاوة بعظمة الحوض وبيأثر سلبياً على حركة الطفل إذا ما تم تعديله بالأشهر الأولى من حياته. اليوم حاضرينكم فقرة بتخص خلع الولادة وشو هي الممارسات اللي منقدر نعملها مع الطفل بأول الأشهر لنتجنب خلع الولادة ونعدله. بتم الكشف عن موضوع خلع الولادة عن طريق الفحص السريري اللي بيصير من قبل الطبيب، وأول فحص بيصير خلال 72 ساعة بعد الولادة، وبلحقه فحوصات لمتابعة الحالة. ممكن تعديل وضعية الحوض وتخفيف أثرها على الطفل عن طريق الممارسات التالية. الممارسة الأولى عدم شد الكفلية عند منطقة الحوض والتأكد أنه يكون في مساحة مناسبة لحركة إجرين الطفل. الممارسة الثانية وضعية حمل الطفل بطريقة تسمح بتباعد الأرجل وتوسيع عظمة الحوض. الممارسة الثالثة وضع حفاضتين للطفل بطريقة تزيد المساحة بين الأرجل وتساعد مفصل الورك على أخذ وضعه الطبيعي. الممارسة الرابعة وضع جهاز خاص بعد استشارة الطبيب لمدة شهر أو شهرين لتعديل مفصل الورك وشد الأربطة بين عظمة الفخذ وعظمة الحوض. الفحوصات الأولية والمتتابعة في موضوع خلع الولادة مهمة، لأنه إذا اكتشفت الحالة على بكير بيكون علاجها أسهل وتأثيرها على الطفل أخف.